في سابقة من نوعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترفض قرارات المحكمة الإدارية وتلغي إعادة 3 مترشحين أنصفتهم المحكمة إلى السباق الانتخابي الرئاسي لتبقي على قائمة نهائية مكونة من 3 مترشحين هم عياش الزمال وزهير المغزاوي والرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد. عللت هيئة الانتخابات قرارها بأن نص الأحكام لم يصل إلى المقر في الأجل وبأن المترشحين المرفوضين تتعلق بهم جرائم جزائية. إن الهيئة ووعيا بدورها الوطني والتاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. تزامنا مع إعلان هيئة الانتخابات عن قائمة المترشحين النهائية، تظاهر ممثلون عن منظمات وأحزاب أمام مقر الهيئة مرددين شعارات تشكك في مصداقيتها واستقلاليتها. هذا القرار يذهب بنا في نقطة لا عودة. اليوم الانتخابات اللي حبيناها تكون عندها حد أدنى من المصداقية والشفافية وفما على الأقل حد أدنى من تكافؤ الفرص انتهى الأمر، أصبح هناك نوع من الوصاية على الشعب التونسي. اليوم الهيئة والسلطة القائمة تختار مكان الشعب التونسي من ينتخبه التونسيات والتونسيين. الهيئة الحقيقة اللي هي حقها هي اللي تشرف على الانتخابات وتكون امبارسيال، معناتها مع مستقلة وما عندها حتى انحياز إلى حتى واحد. اليوم نراوها تولي الطرف في الانتخابات، هذه ما عادش معناتها مستقلة. صبيحة الإعلان عن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية تم إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية عياش الزمال في قضايا تتعلق بشبهة تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب، كانت موضوع شكاية تقدم بها ضده 11 مواطنا. رفض هيئة الانتخابات قرارات المحكمة الإدارية وإبقاؤها على 3 مترشحين فقط يفضي إلى أزمة متعددة الأبعاد، فهي تبعات سياسية قبل أيام فقط من الحملة الانتخابية الرئاسية. فتح الفالح ميديا تونس.